عرضت مؤخرا السلطات الأمنية بإقليم البطحاء أمام حاكم الإقليم جان برنار باداري مجموعة من الأسلحة النارية بعد أن صادرتها من الصيادين غير الشرعيين، وذلك بحضور السلطات الإدارية والعسكرية بالإقليم. محمد طاهر جبريل، الحر. عمليات مكافحة ظاهرة قطع الطرق وكذا الصيد غير المشروع ما زالت تتواصل في إقليم البطحة بإشراف من حاكم الإقليم رئيس الشرف للجنة الإقليمية للأمن جان برنار باداري. نحن بصدد مناسبة تقديم مجموعتين من المتهمين، المجموعة الأولى لأشخاص تم ضبطهم بمقاطعة الفتري وبحوزتهم أسلحة من صنع محلي وشباك لصيد الغزلان، أما المجموعة الثانية لشخصين متهمين بسرقة الدراجات النارية بمدينة آتيا. بعد تقديم المتهمين تحدث كل من مسؤول الوكالة الوطنية للأمن INS ومسؤول قسم الأمن الإقليمي عن كيفية إلقاء القبض على هؤلاء المتهمين، كما تأسفوا لعدم تعاون القضاة معهم بعدم إدانة المتهمين في كل مرة. دار قرون أنا غزال قاعد يقتلوا والسيد كله قاعد يقتلوا ومشيو ده كمان أنا الشرك ده كله اللي جينا تربنا بنادق ده أنواع تشكيل يعني وعدين دوس وعدين البنادق أنا قرون دول ياتو دول موتو ده ودبا في ميتو ده اللي جينا من بكرو قبلنا جبنا موتو ده قاعد في زنتما قاعد في إس وهم الهين ده كبدي ديزان سرقة موتو واي قلنا تمشي موتو لو ما سرقت ده تحلب ورا هنا ده قال أنا ما نحلب موتو ده بيانه. حاكم إقليم البطحة جان برنار باداري بعد أن هنأ المسؤولين الأمنيين على هذا الإنجاز أشار إلى أهمية بل وجوب تعاون مسؤولي القضاء مع أقسام الأمن خاصة عندما يتعلق الأمر بإصدار أفو لأي متهم، وأوعد الحاكم كل المجرمين الذين ينشطون في الإقليم بعقوبات رادعة لأنه وفقا لقوله فإن السلطات العليا بالبلاد كانت قد أعطته الصلاحية في إرسال أي مجرم إلى سجن كوروتورو بغية ردع الآخرين والقضاء على ظاهرة قطاع الطرق والصيد غير المشروع في الإقليم بصورة نهائية.